الأزمة، سميها ما شئت، إذا استمرت فلن تبقى محصورة داخل الحدود السورية، بل أنها راح تؤثر في المنطقة وخارج المنطقة. الناس تسأل يقولوا طيب كيف راح تراقب؟ لا، لن تراقب. هذه مناشدة للسوريين أنفسهم، أنهم هم يبطلوا القتال وهم يراقبوا أنفسهم. هذه مش العملية السياسية والحل المطلوب للأزمة السورية. هذا تعبير من السوريين أنفسهم على اهتمامهم بما يعيشه المواطن السوري في كل مكان.